يا سلام في محياها الفوز، في وجهها الناموس، ناموسها في عينها ومباراتها. هذه مواقف قامت راس، غادرت بالشلفة، غادرت بالشلفة إلى أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى سليمان بن حمد بن جبرين. يستاهل بن جبرين داعم هذا الشعار بالمشترى بالإنتاج. الشلفة 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 من هذه اللحظات، يحق لنا أن نهني بن جبرين، نزفها على الهواء مباشرة لمالك مواقف سليمان بن حمد بن جبرين. سلام يا بن جبرين، حيوا مواقف، حيوها، حيوا بن جبرين، حيوه حيوه حيوه، حيوا مواقف. الشلفة المليون ونص مع مالك مواقف سليمان بن حمد بن جبرين. سلام يا مواقف، سلام. احلوت المنافسة، دخن الشوط، وسلام. الخنجر الخنجر يا الجربوحي، الخنجر سلاب 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 سلاب، سلب الخنجر، سلب الخنجر سلاب. انطلق مع شعار، شعار السيد مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري، راح بالخنجر، فاز بالخنجر. جود افترنون لهذا الاسم الكبير، سلاب سلب الخنجر، خذ الخنجر المنصوري. تهانينا تهانينا والناموس لمالك سلاب مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. عملة عملة والمغامر سعيد من بطي الزعبي، الحاضر الحاضر مع عملة، الشلفة مع عملة، الشلفة مع ناصر، ناصر يا ناصر، منصور يا المسند، منصور يا المسند، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا عملة مع الشلفة. الشلفة تغادر، الشلفة مع عملة ومع ملك السيوف. شوط العمانيات يذهب مع عملة، الشلفة الشلفة تغادر مع ملك السيوف ومع المغامر سعيد بن بطي الزعبي. عملة مع الشلفة، الشلفة مع عملة، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ملك السيوف. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني، بن بطي الغفلي وبن حلوه مع الخنجر الفضي، منافسه مع الامتار الاخيره. الله 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 الله، الخنجر الفضي، المليار ريال، يلا يا المهندس يلا. الجماهير تطالبك بالخنجر، عديم على المركز الاول محمد بن بطي الغفلي، السد على المركز الثاني احمد بن سعيد بن حلوه الاكتبي، منافسه مع الامتار الاخيره. عديم السد، الخنجر الخنجر في مواجهه مع الامتار الاخيره، ولكن ولكن المهندس ينتزع الناموس والخنجر الفضي مع عديم الانجازات. تهانينا والناموس لمحمد بن بطي، لمحمد بن بطي الغفلي. على الله، بن قناص بن قناص بنت رحيب، بن قناص بنت رحيب، بن هيان بن هيان بن هيان، ابن عريج ابن عريج قادم مع شان. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط، الشلفة الشلفة والمليون ونصف هنا في هذه اللحظات ممدوحة ممدوحة. شان شان ابن عريج من الجانب الأيمن، انتباه بن هيان من الجانب الأيسر. الله يا ممدوحة 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 ممدوحة، سالم بالحزمي بن قناص العامري. الله، قلبت الترشيحات، قلبت الترشيحات. ممدوحة يا سلام يا ممدوحة، وفاجأتنا. تهانينا لسالم بالحزمي بن قناص العامري. ما
مخضبية. الخنجر 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 في الانتظار، وصل بن نهيان، وصل راعي اليمشة، ولكن الوصول من قبل الكايد الكايد الكايد. العامري يصل ما بين المخضبية وما بين العامري، ما بين شاهين وما بين الكايد. أمتار الصمود، أمتار الجنون، أمتار المطحنة، أمتار المعارك، أمتار الصمود ما بين الكايد، ما بين المخضبية، ما بين الكايد وما بين شاهين، ما بين العامري. ولكن خلاص خلاص، سلام يا حمد يا بن مسفر يا المخضبية يا المري على هذا الفوز. خيال الواسع بانتزاع الناموس، بتحقيق الناموس، بمعانقة المركز الاول، لكن القيلاني 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 قادم على المركز الثاني. يقدم لنا جواهر جواهر جواهر، خيال خيال، جواهر جواهر، خيال. اللحظات الحاسمة اللحظات الحاسمة، السيارة النقدية، الله. الخيلي الخيلاني الخيلاني الخيلي، جواهر، خيال 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 خيال. تواصل الانطلاق تواصل الانطلاق بهذا الوصال والتواصل مع معانقة الناموس، ليحقق الخيلي هذا الناموس المسائي المميز. سلام يا خيال، سلام سلام. احمد بن مطر بن مايد الخيلي القادم القادم، دائما وابدا في اللحظات القاتلة يأتي هذا الشعار ليتقدم في هذا الاداء الممتاز، باحثا عن النقطة الثانية. الله 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 الله، اهالي الرماح بالفعل يحضرون هنا في هذا المسار الجميل. وهذا هو الشامي الشامي الشامي، مروح الى الزعفران، طاير بناموس هذا الشوط. الله الله الله، سلام 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 يا رماح، سلام سلام الى دولة الامارات، مشكور يا الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد الخيلي، العرض الفاخر في اللحظات النهائية، مشكور يا الخيلي، سلام وتحية واحترام. وثان النقاط بالفعل تسجل في هذا المساء مع هذا الشعار، تهانينا والناموس المركز الثاني. بن حمود الشافي وصل شعار القمرة مع فنا محمد بن صالح بن حمد القمرة وعد الحزاب وايضا قثير بن مانعة، ولكن غيرت الشاذلية، الشاذلية مع البداية، الشاذلية مع الفوز مع الانتصار بشعار فهد بن ناصر بن حمود بن شافي الشافي، وايضا وصل شعار ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. اللحظات الاخيرة عين عين، والشاذلية اللحظات الأخيرة عين، الشاذلية الشاذلية وعين، ولكن الشاذلية فهد بن ناصر بن حمود الشافي، عين ناصر المسند، ولكن الشاذلية الشاذلية وعين، الشاذلية بشعار فهد بن ناصر بن حمود الشافي مع أول المراكز وأول التحدي. عجيب عجيب مع الامتار الاخيره، مع الامتار الخطيره، راشد بن خميس بن يمعه لغويس السويدي ولا بن دري الفلاحي، معركه ثنائيه ثلاثيه في هذه اللحظات، ولكن لغويس مع انطلاقه عجيب، الامتار الاخيره الامتار الخطيره، يقدم لنا عجيب راشد بن خميس بن يمعه لغويس السويدي وبن دري مع مرتاب، ولكن الله لغويس لغويس هنا يحقق الناموس والانتصار مع عجيب عجيب مع الامتار الاخيرة والخطيرة، الناموس والانتصار مع الغويس، ولكن بن دري بن دري عاد من الجانب الاخر، ولكن الغويس الغويس. سلام وتحية واحترام، سلاماتنا الى اهالي راس الخيمة، تهانين والناموس، مشكور يا الغويس على هذا الاداء المميز والكبير. راشد تا
تميز مع هذا الحضور المشرف كالمعتاد لهذا الشعار. حضرت حضور بهيبة هذا الشعار بانطلاقة حضور المعتاد لهذه البطلة تكرر الإنجاز تلو الإنجاز وتحضر بهذا الأداء الكبير بهذا العروض بهذه العروض التلقائية والسيارة النقدية في مهرجان المؤسس هنا مع حضور. شكرا لمالك حضور محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي. الجماهير يتابعونها عن قرب بهذه العروض الكبيرة التي تقدمها لنا حضور تحقق هذا الفوز بكل جدارة بكل استحقاق بكل افتخار بكل انتصار بكل عرض لافت للأنظار. وصل بن هدوان والأسماء القوية الشعارات الكبيرة الأسماء المرصعة بالذهب ولكن بالشاوي مع بالشرك الذيب كشر على نياب الذيب كشر على نياب بن سلام هلان ولكن أبشرك مع الانطلاق المتميز والكبير مع سيارة هذا هو الآن بشرك بشعار وانطلاقة حران بالراشد بن سيف بالشاوي الغفلي الذي قدم لنا هذا البطل. كثروا له من الزعفران يستاهل بشرك تهانينا والف مبروك. بارك الرحمن راحت الماسة يا سلام بسم الله عليها بسم الله حواليها. النقطة الثانية يا مالك الماسة علي بن راشد بن سيف الشاوي الغفلي روح مع الماسة بهذا الأداء المميز وبهذه الانطلاقة ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله عليها يا حافظ. ولكن اللي حضرت في هذه اللحظات وحضرتنا السايحة عبيد بن الحلوس ولكن يبدو لي أن مالك الماسة انطلق مع الأمتار الأخيرة. اصمد يا الغفلي سلام الماسة سلام علي بن راشد بن سيف الشاوي الغفلي المركز الثاني شعار سلامة بن سلامة مع صدارة الشوط مع ضاري عصاف الابطال بدون اوامر دفع تلقائي وذاتي الى حد هذه اللحظات مع تقدم ضاري مع المركز الاول مع الصدارة. الله يا سلام راح بن سلامة مع الناموس مع الانتصار مع ضاري السيارة بالانتظار يا بن سلامة. روح هناك مع البداية مع المركز الاول مع صدارة الشوط عبد الله بن علي بن سلامة هاجري من يقدم النظاري مع الأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة. ولكن هنا بالشاوي قادم مع ثانية الأسماء ولكن ضاري خلاص هاجري هذا الانتصار. سلام يا ضاري سلام مشكور يا ابن سلامة مشكور يا أبو علي على هذا الأداء المميز والكبير اللي قدم ضاري تهانينا والناموس المركز الثاني. الريم ما شاء الله وتبارك الرحمن ما شاء الله على هذه الانطلاقة. الريم مشلش بن سعيد الخيارين هذا هو الآن يقدم لنا هذه الانطلاقة مع هذه الاندفاع الرائعة مع العروض الكبيرة شكل لونحون. هذه هي الآن انطلقت مع السيارة انطلقت باللحظات الأخيرة 10/10 يا مشلش ولا فيها كلام. سلام على هذا الأداء المتميز مع هذه العروض الرائعة والجميلة في مهرجان المؤسس رحمه الله وطيب الله ثراه. حضرت الريم بهذه الانطلاقة الرائعة. ثاني المراكز صدارة هنالك على البداية على المركز الأول الرجوان سعيد بن محمد العامري مع رجوان. الله
يا سلام السيارة 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 يا العامري سلام سلام لأبناء الإمارات سلام تحايا واحتراف إلى هذه اللحظات. أرجوان هي البطلة هي المسيطرة تمام السيطرة هنا مع المركز الأول بأدائها المميز بأدائها الأسطوري ما شاء الله عليها. وسلام يا العامري سلام يا العامري سلام على هذا الانتصار وعلى هذا الفوز المميز. سعيد بن محمد الخالص العامري خلص على شوط الختام. تاني مبروك المركز الثاني.